نظمت سفارة المغرب ببلجيكا ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأحد الحفل السنوي المخصص للاحتفاء بأبناء الجالية المغربية ببلجيكا من المتفوقين في المباراة الخاصة بنيل شهادة الاعتراف باستكمال الدروس الابتدائية في اللغة العربية والثقافة المغربية. الحفل الذي عرف حضور كل من سفير المملكة المغربية ببلجيكا السيد محمد عامر والسادة القناصلة إلى جانب كل من رؤساء الجمعيات المدنية وأبناء الجالية. وتميز الحفل بفقرات فنية أبدع من خلالها أطفال المدارس العربية التي تشرف عليها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث عبر جل الأطفال عن روح المواطنة الحقيقية وعبروا بكل صدق عن ارتباطهم بالعرش العلوي المجيد تحت شعار الله الوطن الملك. هذا الاحتفال هي مناسبة تأكدوا فيها المغاربة بكل أجيال ديالهم عمق الارتباط ديالهم مع بلدهم المغرب. يوسف الرياني المسؤول عن مصلحة التعليم بسفارة المملكة المغربية ببروكسل، أكيد وكما اعتدنا وكانفراد بهذا البلد البلجيكي أننا ننظم هذه المباراة الخاصة بتقويم المكتسبات اللغوية والثقافية لأبناء الجالية المغربية ببلجيكا منذ سنة 2011، بحيث يشارك في هذه المباراة المئات من أبناء الجالية، ويختم هذه التظاهرة الثقافية المغربية المحضة بحيث يمتحن أبناء الجالية في مواد أساسية من بينها تاريخ وجغرافية المغرب، ومن خلالها يتعرفون على مختلف المناطق المغربية من الجنوب من مدينة القويرة إلى مدينة طنجة وغيرها وإلى الحدود الجغرافية، وكذلك تعاقب الدول التي تعاقبت على حكم المملكة المغربية الشريفة. وبطبيعة الحال يتم امتحانهم كذلك في مواد أساسية كاللغة العربية، ينالون جوائز قيمة توفيها مؤسسة الحسن الثاني المغاربة المقيمة بالخارج باعتبارها الساهرة على هذا الملف في مختلف الدول. أنا حاضر هنا بالنيابة عن المؤسسة لتوزيع هذه الجوائز وهذا حمام ديال الحماس وديال النجاح. احنا فرحانين انه يكون بهذا المستوى من الدقه وهذا المستوى من التنظيم، وان شاء الله نتمنوا لاولاد الجاليه والجاليه المغربيه باتمها تكون بخير وعلى خير. كما تميز الحفل الذي اشرف عليه السيد يوسف الرياني رئيس مصلحه التعليم ببلجيكا بتكريم العديد من الاساتذه الذين تركوا بصمتهم في المجال العلمي والاطفال المتميزين والمتفوقين في دراستهم، حيث تم توزيع بعض الهدايا عليهم. احنا فرحانين بهذا الحفل، هذا التتويج للتلاميذ الناجحين ديالنا، بحيث انه اجتاز الاختبار 26 تلميذ ونجح 24 تلميذ منهم، وحصلنا على 6 جوائز قيمة. فيما يخص التكريم أشكر مصلحة التعليم بسفارة المملكة المغربية ومؤسسة الحسن الثاني بهذه الالتفاتة الكريمة. حقيقة كنا نعمل في إطار البيئة الثقافية المغربية من 1989 إلى 2004، وعند إنهاء مهامنا بقينا هنا والحمد لله نخدم وطننا، بحيث بأنه ندير مؤسسة تعليمية فيها أكثر من 1000 تلميذ. وشكرا. حسيت بفرحة كبيرة بهذا الامتحان، جيت السادس، ونعطي الشكر للوالدين ديالي لأختي والمؤسس ديالي محمد أقودات. أنا فرحانة بزاف اليوم بوجودي في هذه المؤسسة وبنجاحي، وأولا بغيت نشكر الأستاذ تاعي اللي عاوني وساندني واللي خلاني ندوز هذا الامتحان هذا، وبغيت نشكر والديا حتى هما.